زين، قصة الأدوية السرطانية دول يعطونهم فلوس يسرون واجهات، والأحزاب والقادة اللي ولد الزعماء الله يسلمهم هم اللي يقودون. توصلت إلى الأسماء، ما راح أقول لك الأسماء، توصلت وصلت إلى أسماء، اسم اسمين توصلت، واحد يعني اللي اسمه الأدي مستثمر، واحد ابن سياسي، ابن حرام مو ابن سياسي، أنا أقولها قدام وخلي اسمع، أنا أقول لك أنت ابن حرام. تجينا الأدوية من إيران ومن الهند ويغلفها على أساس عراقي، لا هاي عراقية، وهذا إحنا تأخذه وزارة الصحة على أساس منتوج وطني، هو لا منتوج وطني ولا شيء. أنت هواي حكيتي بقصة بس ما توسعتي بيها، قصة الفساد بالأدوية. نعم. وبالذات بالأدوية السرطانية، وتحدثتي وقلتي وكتبتي انه هاي الجهات متنفذه. انا كلش استوقفتني وردت فرصه اجي حتى نحكيهن وجه لوجه. شنو قصه هذا الموضوع؟ احنا بالنسبه للامراض السرطانيه ما عندنا ادويتها، كل ادويتها تشترى من الخارج، فايزر وربعها، وكانت اسعارها كلش غاليه للمواطن 60-70. بدوا ربع اللي عندهم اموال وفي مجال الطب يسوون معامل للصناعات الادويه. انت تقرا مصنع الادويه السرطانيه الوطنيه، من تقرا كلمه وطنيه حكوميه، بس هي مو حكوميه، هي مصانع لاصحاب رؤوس الاموال بداوا يشتغلون بهذه الامراض. من بداوا يشتغلون احنا كنا نتصور يعني صناعه وطنيه، طلعت من بدينا نحقق استدعينا مدير عام الفنية ومدير عام كيماديا أيضا وبعض المدراء العامين في وزارة الصحة، وواجهناهم بشكل مباشر وحذرناهم، كان تحذيرنا كلش قوي. ليش؟ لأن هذا الموضوع يتعلق بحياة بشر، هذا لا فلوس والعراق بيه خير وتقعد تعوضه، هذا بشر يعني مشروع قتل. ليش؟ لأن هم ما صنعوا بالصناعة اللي تفوق الصناعة الأدوية، ما صنعوا. وإيش قاموا يجيبون؟ يجيبون هندي، يجيبون إيراني ويغلف ويبيعه على أساس وطني صالح. خلاص سنجي صالح أو مو صالح. من تابعنا الحالات باللجنة وجدنا أكو ناس متعاطين من الدول اللي يأخذوا صارت المصانع الوطنية. هي شنو الأمراض؟ الله يعافينا من هذا المرض، أولى ثانية ثالثة رابعة ينتهي الإنسان. لاحظنا أكو ناس من الثانية وصلت للثالثة. أوف. يعني معناتها الدواء ما بي أي منفعة للمريض، وبدأ المريض يتراجع. زين إحنا تزينا على 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 المدير عام الفنيه بهذا وحذرناه بشكل قاسي. وين اياك بلجنه النزاهه، اياك ثم اياك، احنا على روسكم بهذا الموضوع، نسكت على فساد. احنا كنا جاي مرسلين عليهم على قضيه فساد الماسك مال هذا اللي بالملايين واللي يكفينا 100 سنه اللي قدام فساد العقود. الماسك نرجع للماسك، خلينا نكملها. زين ال إذا هذا الموضوع تمشون به، هو هسه لحد الآن معملين. إذا هذا الموضوع تمشون به حتجونا قدام، تلقونا قدامكم. فاطلقنا أول تهديد في داخل لجنة النزاهة، وثاني تهديد من خلال الإعلام. صار وراها. لحد الآن إحنا دراقب. ثبت مختبرياً إنه هذه. أنا ما أشتغل مختبرين، لا. أنا أخذت العلاج. أنتم الممثلين لكيماديا والصحة. نعم. من التقيتوا بهم. واجهتوهم بالحقيقة؟ نعم. اتفقوا معكم أم أنكروا؟ لا ما يتفقون، يدافعون، وهذه مصانع، وهاي خطوة جيدة للعراق بأن ممكن أن تعالج الأمراض السرطانية. ليش؟ لأن أسعارها أقل، والمواطن ما عنده إمكانية يشتري $50,000 أو $40,000 السعر من برا يجيبه، بس مو على حساب حياة المواطن. هسه ما يخالف الهدف سامي، بس تدخل بتفاصيله تلقي مكمن للشياطين. هذه لزعماء أو قادة أحزاب؟ هذه لأصحاب رؤوس أموال، رؤوس الأموال عائدة السياسيين. يعني ذولا واجهة. أحسنت. ويجيبون دواء سرطان. أمراض معالجة الأمراض السرطانية. معالجة الأمراض السرطانية، هذا يؤدي إلى انتكاسة المريض. نعم، هو هذا اللي حصل. منو اللي قال لكم بهذا؟ إحنا تابعنا حالات. أي. الحالات اللي شفناها بدأت تنتكس عندنا. زين من ده تاخذون العلاج؟ مثلا يجي علينا مثلا سالنا بس ساعدونا نريد نشتري فلان دواء، هذا الدواء اللي اشتريناه من مصانعنا الوطنيه هيك سوينا بينا. من بدينا دزينا عليهم بدينا نبحث، قلنا لهم اكو تراجع بالدواء اللي انتم تجيبوه، حالات البشر ده تتراجع. فمن عندها وضحوا لنا بان اكو ترى مصانع. من اللي وضح لكم؟ هي وزاره الصحه، بدي اقول لك مدير عام الفنيه. يعني
وزارة الصحة اعترفت، ما هي من يشتري الدواء؟ اعترفت أمام بالاجتماع بهيئة النزاهة أنه هذه المصانع، مصانع وطنية وهاي شغلها مضبوط وما أدري شنو. قلنا لهم هاي التراجع اللي دا يصير، وش قالوا؟ وأنتم هل هي صناعة وطنية؟ مو، قلنا لهم مو صناعة وطنية، أنتم دا تجيبون من برا، من الهند ومن إيران، من أسوأ ما يكون، وتغلفوه على أساس صناعة وطنية. يعني 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 أكو يعني أكو أكو قصة سياسية يجيب دواء بدل ما يعالج السرطان؟ جشع. هسه اقول لك حاله حال غسيل الاموال، ستدروح اي مراكز تجميل، روح اي اي اي. ليش ما تستضيفوهم بالبرلمان؟ ليش ما تحاسبوهم؟ احنا هذه وهذه الحاله استضفناهم، اي يعني، وصارت محاسبه، مو بس محاسبه، صار تهديد كلش قوي داخل اللجنه، يعني في التجاوز بيناتنا صار. والله انا سيد رئيس الوزراء والسيد رئيس هيئه النزاهه واللي يسموكم زعماء اللي تمتلكون هاي المصانع، اقسم بذات الله وبدم كل عراقي، ابن زنا ما يسويها، ابن شارع ما يسويها، لقيط ما يسويها، مو زعيم، لقيط بالشارع يعمل على أن يصيب شعبه بالسرطان حتى يأخذ فلوس يأكل بيها يشرب بيها، لا يخلصها على المكسرات، لأن بهذا وصل الحال بهذا المستوى. هذا اعتراف من نائبة في لجنة النزاهة وواجهة وزارة الصحة. يا سيد وزير الصحة، شو وقت تطلعنا على الحقيقة؟ فعلا منتج وطني يجي من الهند يغلفوه صار بهذا المستوى؟ نعم. يعني الملف ممكن يروح للنزاهة؟ احنا مو قلت لك احنا عندنا حالات هسه بدينا نتابع هذا المصانع، وخلال ايام حندز على كل المعنيين على هذا الملف. بس احنا شنو اشتغلناها؟ اشتغلناها بطريقة التحذير، ما اشتغلناها بطريقة المحاسبة، بأن إذا هذا الموضوع استمريتوا به نوصلها إلى أعلى المستويات، إحنا نوقف لكم. هذه صار، فهسه إحنا لحد الآن طبعاً ها كانت لقاء أولي صار به، ساعدنا بعد لقاءات أخرى نفتح هذا الملف بشكل أكبر، وأيضاً أكو ملف يتعلق بالبيئة، اقتصاديات شركة، أكو شركة اقتصاديات الكربون اللي تضع محددات لل مستوى التلوث. أحسنت، هذه هم واحدة من الكوارث اللي بس انطيني استجمع، اعطيتك العنوان خليني استجمع المعلومات. هذه من الكوارث اللي دا تشتغل عليها وزارة البيئة، واللي بيها فساد مو طبيعي تديرها البيئة. يعني شركة جايدة تتعاقد على هذا الموضوع، واكو وصلت الى مراحل متقدمة بس تكتمل، انطياك ناضجة. يعني واحد يسوي لنا سرطان، واحد يسوي لنا تلوث، وجايبين هاي الشركة من برا. بعد أن المعلومات عندي ما مكتملة حتى أكون واضحة وياك، بس وصلتني المعلومات بأن هذه الشركة تتعاقد على أساس أن تحمي البلد من التلوث. أي؟ زين، وهاي قدام عينك نهر دجلة وقدام عينك المصافي. متعاقدة. واشتغلوا الولد؟ يعني هو هذا اللي دارد أنا أوصل له، دارد أوصل له السخان. شنو المخيف بهاي الشركة؟ ما عندها اي محددات لان تحافظ على البيئه. ما عندها اعمال مماثله؟ ما ابدا. يجيك اخبارها، بس انطيني شويه مهله، انطيتك العنوان وانا وياك خلال متابعتنا تشوفها. لا تقل خطوره من قضيه المصانع الوطنيه للادويه السرطانيه. المعالي يدري؟ ما يعني انا ابحث ملف ما اعرف بعد. اي زين، قصه الادويه السرطانيه دول يعطونهم فلوس يصيرون واجهات، والاحزاب والقاده الولد الزعماء الله يسلمهم هم اللي يقودون. توصلت الى الاسماء؟ ما راح اقول لك الاسماء. توصلت الى اسماء، اسمين توصلت، بس يعني بتدري لازم دليل، لازم اتوثق اكثر. عندي اسمين هساني، في حين احنا بالموازنه أصرينا أن نخلي مستشفى الأمراض السرطانية اللي تبنيها الحكومة العراقية. تدري إحنا مرينا بحروب وتلوثات وأمور وإهمال بالبيئة، يعني شائع هسه هذا الموضوع، شائع مع الأمراض السرطانية. يعني أنا سويت حلقات، زرت المستشفيات. أحسن، زرت المستشفيات. فخلينا بالموازنة مبلغ كلش كبير على موضوع بناء مستشفى سرطانية في بغداد. زين، إحنا نحتاج هذه المعامل حتى مثلا تغطينا هذه المستشفى. هي المستشفى تتبناها الحكومة، والحكومة تكون مسؤولة بشكل رسمي عن حياة البشر. ليش أسوي مصانع أنطيها وطنية ويا وزارة الصحة أخذ من عندها؟ وأنت تقرأ مصانع وطنية تتصور حكومية، بس هي مو حكومية، هي مو حكومية، مصانع. أنت بتعتقدين، أنت بخبرتك، أنت هسه كنا نسولف أنا وياك،
انت اشتغلت بهاي الربابه من الجمعيه الوطنيه صحيح. الى الان صحيح، وصارت عندك خبره وتخصصتي مثل ملفات الفساد، اليس من المفروض عندما يكون هنالك اخبار الى وزاره الصحه واخبار خطير من هذا النوع هنالك حالتين، اما ان يثبت السيد الوزير والوزاره وكيماديا والمدير الفني بصحه هذا الدواء، المدير الفني. اما ان يغلق. هم نظرتهم مو مثل وجهه نظرنا، هم يقول لك احنا مو سولفت لك، كان يقول لك الدول غالي والناس حالتها ما تتحمل وما يقدرون يعني انا الدول غالي وعوضه قلت لك هو هذا حقيقه هذا اللي يصير، يعني هاي على مشروع قتل، هذا فعلا هو مشروع قتل. والا انت نقول لهم اكو حالك، احنا هذا الـ هذا الـ هذا الكلام اللي اقول لك حاضر به تقريبا فوق الست سبع مدراء عامين من وزاره الصحه وكل اعضاء لجنه الرأي، كليتنا حكينا بهذا الموضوع، والساده المدراء يسمعون كلهم يدافعون عن المنتج، ما عنده جواب. بس شنو ما عنده جواب؟ يقر بوجود المصانع الوطنيه بس ما يقر بان هذه المصانع من المعلومات اللي توفرت عندنا تجينا الادويه من ايران ومن الهند ويغلفها على اساس عراقي، لا هاي عراقيه وهذا احنا تاخذه وزاره الصحه على اساس منتوج وطني، هو لا منتوج وطني ولا شيء. زين انت شنو جاي ما تسولف، انت شنو جاي؟ طبعا هاي الحاله ما عبالك، هاي الحاله بكل الوزارات، يعني انت اليوم كل الوزارات تشتغل على وجود خطوط انتاجيه وهي يجيبوها من برا جاهزه ويخلوها ويقول لك هذا خط وطني. محسين الان برغم كل المحاولات، انا اقدر ما القضاء العراقي والشغل اللي اشتغل هيئه النزاهه وهناك، نعم. لكن هنالك من يقول حتى على المستويات الحكوميه والبرلمانيه انه مراحل الفساد الان في اوجها عاليه جدا رغم كل هاي المحاولات، ماكو خوف، ولذلك الفساد مستشري لو تراجع. يعني انا من وجهه نظري اكو خوف، يعني اولا النزاهه للامانه متالقه في شغلها جدا، وما عندها ما عندها ما عندها خطوط حمر ابدا، ما عندها خطوط حمر، وده تشتغل بما يجيها من معلومات وده تضبط، ممتاز هذا العمل. رئيس الوزراء ساند ورفعوا كل الخطوط الحمر اللي احنا مثلا كان هذا وزير مدير عام غيره ماكو هيك موضوع، الا ان السيستم البناء اللي انبنى هو بناء فاسد. بدي اقول لك احزاب تمتلك شركات وتمتلك اقتصاديات، وين تشتغل؟ تشتغل عندك. هذه اللي مال مصانع هاي جزء من مالكيها سياسيين، وقسم منهم اصحاب رؤوس اموال، يعني واحد انا اللي اسمه عندي مستثمر، واحد ابن سياسي، ابن حرام مو ابن سياسي. انا اقولها قدام وخلي اسمع، انا اقول لك انت ابن حرام، لانه اذا طريقه القتل زين هذا احنا اسباب نشرها قبل ان نوصل الى الادله النهائيه بها هو لايقاف نشاطهم. قل لي هو هذا ابن السياسي او السياسي والمستثمر امورهم عاليه امورهم زينه؟ اي طبعا، مستشفيات عندهم في بغداد، عندهم مستشفى، عندهم مستشفيات في بغداد، يمكن جدحت، يمكن راح يمكن نوصل له.